السلام عليكم. درسنا اليوم هو المقاومة الكهربائية قانون أوم. إذن قبل أن نتطرق إلى قانون أوم سوف نمر إلى بعض المقادير سوف نذكر بها. أولا لدينا التوتر الكهربائي. ما هو رمز التوتر الكهربائي؟ رمز التوتر الكهربائي هو U، وحدته العالمية هي الفولت، رمزه هو V، وجهاز القياس هو الفولت متر. نمر الآن إلى شدة التيار الكهربائي. شدة التيار الكهربائي رمزها E، وحدتها العالمية الأمبير، رمزها A، جهاز القياس هو الأمبير متر. نمر الآن إلى المقاومة الكهربائية. رمز المقاومة الكهربائية هو R، ووحدته العالمية هي الأوم، رمزها هي أوميغا أو الأوم، ونرمز لها بأوميغا، جهاز القياس هو الأوم متر. نعرف الآن الموصل الأومي. ما هو الموصل الأومي؟ الموصل الأومي هو ثنائي قطب يوجد في جل الأجهزة الإلكترونية، يتميز بمقدار فيزيائي يسمى المقاومة. نرمز لهذا المقدار بالحرف A، ووحدته العالمية هي الأوم. كما تشاهدون في الصورة هو ذلك الجهاز أو تلك المركبات فهي الموصل الأومي. ما هو دور الموصل الأومي؟ دور الموصل الأومي هو أنه يخفض من مرور التيار الكهربائي في الدارة، وبالتالي يقلل شدة التيار الكهربائي. إذا بالنسبة للموصل الأومي كما هو ممثل في الصورة على شكل حلقة فيه مجموعة من الألوان، تلك الألوان تساعدنا على قياس المقاومة بالترقيم العالمي للوحدات. الآن كيف نمثل الموصل الأومي في الدارة الكهربائية؟ نمثله بالرمز الممثل في الشاشة. نمر الآن إلى قانون أوم. نمثل التجربة في الشكل جانبه باستعمال مولد ذي توتر مستمر قابل للضبط وموصل أومي مقاومته 40 أوم. كما تشاهدون في التبيانة لدينا مولد قابل للضبط، بمعنى قابل للضبط يعني يمكن أن نغير القيمة كما شئنا، ماشي في حال العمود مثلا يمكن لنا يكون فيه فقط 4.5 فولت أو 6 فولت، يعني هذا المولد قابل للضبط نغير قيمته. ثم لدينا جهاز الأمبيرمتر الذي يمكننا من قياس شدة التيار الكهربائي المارة في الموصل الأومي، ومقاومة، وجهاز فولت متر الذي يركب على التوازي بين عناصر الدار. نطبق بين مربطي الموصل الأومي التوترات المشار إليها في الجدول أسفله، ثم نقيس في كل حالة شدة تيار إي المار في الدارة. في الحالة الأولى لدينا شدة أو توتر كهربائي 2 فولت، سوف نجد إذا هنا لدينا أو ضبطنا المولد على 2 فولت، أشار الجهاز الفولت متر إلى 2 فولت، و جهاز الأمبير متر إلى 50 ميلي أمبير. سوف ندون النتائج في الجدول. إذا وجدنا في السابق أن جهاز الأمبير متر يشير إلى 50 ميلي أمبير، يعني شدة التيار الكهربائي هي 50 ميلي أمبير متر، لكن نحن نريد شدة التيار الكهربائي بالوحدة الأمبير. كيف نحول من الميلي أمبير إلى الأمبير؟ إذا من الوحدة الميلي أمبير إلى الأمبير سوف نقسم على 1000، والعكس من الأمبير إلى الميلي أمبير سوف نضرب في 1000. إذا لدينا 50 ميلي أمبير، كيف سنحولها إلى الأمبير؟ إذا نقسمها على 1000 سوف نجد 0.05 أمبير، وندون النتيجة في الجدول ونتمم باقي القيم بنفس الطريقة. إذا بعد أن دونا النتيجة في الجدول 50 ملي أمبير وقمنا بتحويلها إلى الأمبير، إذا بنفس الطريقة سوف نملأ باقي الخانات. إذا بالنسبة لشدة أو بالنسبة للتوتر 4 فولت وجدنا 0.1 أمبير، بالنسبة للتوتر 5 فولت وجدنا 0.125 أمبير، و 9 فولت وجدنا 0.225. الآن سوف نقوم بمقارنة توتر وشدة التيار في كل حالة. كيف سنقارن؟ سوف نقوم بحساب النسبة التوتر على شدة التيار الكهربائي، بمعنى U على E. إذن
قمنا بحساب النسبة U على E بمعنى جوج على 0.05 وجدنا 40، 4 على 0.1 وجدنا 40، 5 على 0.125 40، 9 على 0.225 40. الآن سوف نقوم باستثمار هذه النتائج. كيف سنستثمرها؟ سوف نستثمرها في منحنى سوف نسميه تغيرات التوتر الكهربائي بدلالة شدة التيار الكهربائي. يعني في محور الأفاصيل تكون عندنا شدة التيار الكهربائي، في محور الأراتيب التوتر الكهربائي، يعني U en fonction de E، التوتر بدلالة شدة التيار الكهربائي. إذا كما تلاحظون فقد حصلنا على مستقيم يمر من أصل المعلم، نسميه دالة خطية، دالة خطية تمر من أصل المعلم. إذا هذا المنحنى الذي حصلنا عليه ماذا نسميه؟ نسميه مميزة موسل أومي. مميزة موسل أومي، إذا ما هي مميزة موسل أومي؟ إذا مميزة موسل أومي هي عبارة عن مستقيم يمر من أصل المحورين، يعني من أصل المعلم. إذا على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن هناك تناسب بين التوتر U وشدة التيار E، بمعنى حاصل أو خارج القسمة U على E اللي هي التوتر على شدة التيار ثابت، يعني لا يتغير. مثلا 2 على 0.05 هي نفس النتيجة اللي كتخرج لنا فاش كنديروا 4 على 0.1 وكذا مثال. إذا ماذا نسمي هذا؟ هذه النسبة تسمى معامل التناسب. إذا ماذا سوف نكتب؟ سوف نكتب A تساوي U على E، أي أن U تساوي A في E. إذا كيف نحسب هذا المعامل؟ هذا المعامل اللي هو معامل التناسب، باش نحسبوه نقوم باختيار نقطة تنتمي إلى المستقيم. فمثلا نحن لكي نحسب معامل التناسب ديال المنحنى ديالنا أو ديال مميزات الموصل ديالنا، شنو كناخدو؟ كناخدو مثلا خدينا النقطة اللي هي 4 ناقص 2، خدينا النقطة اللي من وراها قسمة 0.1 اللي هي شدة التيار المناسبة ل 4 فولت، و 0.05 شدة التيار المناسبة ل 2 فولت. كم نجد؟ نجد 40 فولت على أمبير، يعني 40 فولت الفولت ديال التوتر والأمبير ديال شدة التيار الكهربائي. إذا ماذا نلاحظ؟ إذا في التجربة أو التبيانة التجريبية اللي خدمنا بها سابقا فكنا خدمنا بالمقاومة 40 أوم. إذا هنايا كما كتلاحظوا عندنا نفس النتيجة، عندنا 40 فولت على أمبير اللي هي معامل تناسب، والمقاومة اللي خدمنا بها هي 40 أوم. إذا ماذا سنفعل؟ سوف نقوم بتعويض A أو R ب A. إذا ماذا سوف نجد؟ أعتذر، سوف نعوض A ب R، وبالتالي سوف تصبح U تساوي R فوا E. إذا الآن سوف نستنتج قانون أوم. إذا ما هو قانون أوم؟ قانون أوم يساوي توتر U بين مربطي موصل أومي جداء مقاومته R وشدة تيار E المار فيه. نعبر عنه بالعلاقة التالية U تساوي R فوا E، بمعنى التوتر يساوي شدة تيار في A المقاومة، بحيث U تمثل التوتر بين مربطي الموصل الأومي، وحدته كما ذكرنا في السابق هي الفولت، و R تمثل مقاومة الموصل الأومي ووحدتها هي الأوم. دائما راه قلت سابقا بأنه نرمز لها بالحرف أوميغا. الآن E، E تمثل شدة التيار المار عبر الموصل الأومي ووحدتها هي الأمبير. إذا قانون أوم هذا هو النص ديالو، نص قانون أوم هو كالتالي، ويمكننا التعبير عنه بالعلاقة U كتساوي R فوا E. والآن سوف نمر إلى تطبيق لكي نطبق القانون. إذا لنقرأ التمرين. أحسب المقاومة الكهربائية لموصل أومي يمر فيه تيار كهربائي شدته E كتساوي 167 ملي أمبير، والتوتر بين مربطيه هو U كتساوي 3 فولت. إذا في هذا السؤال سوف يكون تطبيق مباشر للقانون. سوف أذكر بالقانون. القانون يقول U تساوي R فوا E.
بمعنى التوتر يساوي جداء المقاومة وشدة التيار الكهربائي. إذن هنا المطلوب منا هو حساب المقاومة الكهربائية. إذن حساب المقاومة الكهربائية خصنا نعرفوا ما هو الرمز اللي كنرمزوا ليه بالمقاومة الكهربائية. إذن المقاومة الكهربائية كنرمزوا لها بالحرف R، والتوتر بالرمز U، وشدة التيار بالرمز E. إذن في المعطيات عندنا توتر وعندنا شدة التيار، المطلوب منا حساب المقاومة. إذن لتسهيل باش نجبدوا من هنا العلاقة ديال المقاومة، غنحاول نستعنوا بهاد المثلات. إذا حاولوا تستعملوا هاد المثلات باش نحاولوا نخرجوا العلاقة. إذا كتكون عندنا هنا U، هنا R، هنا كندير هنا علامة في، وهنا علامة القسمة U R E. هنا بين R و E كنديروا علامة في، وهنا بين U و R و E كنديروا علامة القسمة. إذا هنا عن أي مقدار نبحث؟ نبحث عن مقدار المقاومة الكهربائية اللي هو R. إذا سوف نكتب R تساوي، إذا R ماذا تساوي؟ تساوي U قسمة E، بمعنى U على E. إذا المقاومة تساوي التوتر على شدة التيار الكهربائي. إذا كيفاش غنجاوبوا على التمرين؟ سوف نكتب حسب قانون أوم، حسب قانون أوم. إذا دائما بنخدموا هذا النوع من التمارين، كتبوا منين أو لا على ماذا اعتمدنا. إذا حسب قانون أوم U تساوي R فوق E، إذا R تساوي U على E، التوتر على شدة التيار الكهربائي. الآن ما بقى لنا إلا نكتبوا المعطيات ونعوضوا. إذا U اللي هي التوتر عطينا يمر فيه تيار كهربائي شدته E كتساوي 167 ملي أمبير، والتوتر بين مربطين هو U تساوي 3 فولت. إذا التوتر هو U تساوي 3 فولت، و E كم تساوي E؟ E وتيار شدته E تساوي 167 ملي أمبير، 167 ملي أمبير هي E. إذا كما تلاحظون الوحدات عندنا U تساوي 3 فولت و E تساوي 167 ملي أمبير. إذا المطلوب من هنا أوبليغاتوارمون خاصنا نحولوا الملي أمبير إلى الأمبير. إذا هنا غندير لكم هنا القاعدة من الملي أمبير، الأمبير سبق وشرط لها يعني قسمة 1000. إذا غنقسموا 167 على 1000 باش نحولوها الى الامبير. اذا غتخرج لنا 0.167 امبير. اذا التوتر عندنا، شده التيار عندنا، بقى لنا الا التطبيق العددي. R تساوي التوتر هو U، U تساوي 3 فولت. اذا سوف نضع 3. اذا هنا دائما الوحدات 3 فولت. E هي شدة التيار، E تساوي كم؟ 0.167 أمبير. سوف نقوم بالتطبيق العددي، سوف نجد 17.96، لكن 17.96 ماذا؟ إذا هنا يجب أن نكتب الوحدة دائما، 17.96 أوم اللي هي أوميغا. إذا هنا جاوبنا على السؤال ديال احسب المقاومه الكهربائيه. نعاود المراحل، تندوزو نكتبو قانون اوم اللي هو U كتساوي R فوا E. من بعد كنستخرجو العلاقه R تتساوي U على E. تنحطو المعطيات ديالنا U، التوتر عندنا في المعطيات هو 3 فولت، شده التيار 167 ملي امبير، ولكن هنا خاصنا ضروري نحولوها الامبير، دونك 0.167 امبير. واخيرا هنا التطبيق العددي 3 فولت على 0.167 امبير، كتخرج لنا النتيجه 17.96 اوم. اذا الان نقوم او نمر الى السؤال الثاني. اذا في السؤال الثاني عندنا المقاومه اللي هي 33 اوم، المطلوب منا هو قيمه التوتر بين مربطي هذا الموصل الاومي عندما يمر فيه تيار شدته 100 ملي امبير. دائما هنا سوف نطبق قانون اوم.
غنحاول نقسم هنا السبوره. اذا حسب قانون اوم دائما U تساوي R فوا A. اذا ما هو المطلوب هنا؟ المطلوب هو قيمه التوتر U. اذا عندنا R وعندنا A، يعني المقاومه وشده التيار، المطلوب منا قيمه التوتر. اذا هذا تطبيق مباشر للعلاقه. اذا R كم تساوي؟ R تساوي 33 اوم. R بمعنى المقاومه. الشده كم تساوي؟ الشده تساوي 100 ملي امبير. دائما تعودنا بانه من الملي امبير الى الامبير كنقسموا على 1000، فتخرجنا 0.1 امبير. اذا المعطيات ها هما عندنا قدامنا، بقى لينا غير نديروا التطبيق العددي. U تساوي R فوا A. اذا R هي 33 اوم و A هي 0.1 امبير. اذا 33 في 0.1 تساوي 3.3. لكن هل انهيت؟ لا، مازال، لان التوتر خاصني ضروري هنا من الوحده اللي هي الفولت اللي سبق وتعرفنا عليها. نمر الان الى السؤال الثاني، يعني السؤال الباء من السؤال الثاني. نفس المقاومه اللي خدمنا بها هي الموصل الاومي، المطلوب هو ما قيمه شده التيار المار فيه عندما يكون التوتر بين مربطيه هو 5 فولت. يعني هنا المطلوب هو حساب شده التيار. اذا دائما نطبق قانون اوم باش تعرفوا يعني العلاقه لاش غتصلح لنا. اذا دائما نكتبوا لدينا U R فوا A، يمكن نديروا حسب قانون اوم او لدينا. اذا المطلوب هو حساب شده التيار. اذا خاصنا اولا نحرفوا اش من رمز غنبحثوا عليه، غنرمزوا نبحثوا على الرمز اي. اذا دائما نديروا المثلث باش يعاوننا باش نلقاو العلاقه. اذا هنا U، هنا القسمه علامه في، هنا R، وهنا اي. سوف نستنتج العلاقه اي. اذا ماذا تساوي اي اللي هي شده التيار؟ اي تساوي U قسمة R. U قسمة R بمعنى شدة التيار تساوي التوتر على المقاومة. إذا الآن ما بقى لنا إلا نطبقوا أو نديروا التطبيق العددي. U كم تساوي؟ تساوي 5 فولت، عطينا والتوتر بين مربطيه هو 5 فولت، و R هي 33 اوم. اذا الان نعوضهم في العلاقه، اي كتساوي U على R، دونك هي 5 فولت على 33 اوم. اذا سوف تعطينا 0.151، لكن الوحده ماشي هي الفولت على الاوم وانما الامبير. اذا اي هي 0.151 امبير. الى بغينا نحولوها للملي امبير نضربوا في 1000، هي 15.1 ملي امبير. اذا كما لاحظتم فان هذا التطبيق فقط كنطبقوا قانون اوم اللي هو U كتساوي R فوا A، وتنعتمدوا على هذا المثلث فقط باش يسهل علينا نستخرجوا يعني العلاقه بين R و U و E والعكس بين E و U و R. اذا E كتساوي U على R و R كتساوي U على E. والى حصه مقبله ان شاء الله.